كان يوم حلو. ايه عن جد؟ انا بدي اعرف انت ليش كذبت علي مراد؟ قلت لك اني كنت شيء انه فايق، ما كنت صحيان وما عرفت شو حكيت. ما قصدي على المنام بنوب. على شو قصدك لكان؟ قصدي على انك بتحب مرام مراد. شو جاب هالسيرة هلأ حياة؟ نوران، أنور، وكلام ستك عنا وحتى انفعالاتك. ليش هن شو قالوا لك؟ إنه هذا الزواج ماله حقيقي. يلا قولي، استغلي الفرصة اللي وقعت بإيدك. تفضلي قولي اللي بدك يا حياة. إنه هالزواج ماله حقيقي. إيه، كذبت عليكي بخصوص مرام، كنت مجبور أعمل هيك. ليش يعني؟ ليش كذبت علي وليش مجبور مراد؟ كرمال أحميكي. كرمال تحميني؟ قلي من مين؟ تفضل قول انه حضرتك عم تحميني من حالي. لك لو تعرف انت قديش اذيتني، خلتني موت وحس حالي ذليلة. لا تلبسني ابدا. حياة، لك زعلك آخر شي ممكن أتمناه بعمري، فهمتي حياة؟ بترجاكي ما تبكي، ما بتحمل شوف دموعك حياة.